الفتنة قد تبدو واضحة في الطفلة، قد يكون لها أحيانا أوتيت بسطة في الجسم يبدو عليها جمال، يبدو عليها يعني بدانة أو شيء من هالقبيل، فتجد أنها في صورة من التكشف والعري الذي يعني أظن والله أعلم أن هنالك فتاوى للعلماء في تحريم هذا الأمر حتى ولو كانت لم تصل إلى مرحلة البلوغ، لأن الطفلة متى ما كانت مشتهى فإنه يجب على الوالدين تغطيتها وحجابها. ولذلك بعض الحوادث جاءت من المحارم أو من القريبين جدا من الطفل وبقيت مدفونة تحت ركام الخجل، الطفل لا يتحدث. ولذلك في حياة الأطفال حكايا وخبايا لم تخرج حتى اليوم، ولذلك حتى بعض الكبار ربما يسمعني اليوم لا بد أن يكون إما حصل له هو قصة أو سمع قصة ولكن يظن أنها حادثة استثنائية.